أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على تطورات الوضع في عدن وردود الفعل الدولية إزاء الأحداث الأخيرة. أعرب المبعوث الأممي مارتن جريفيث عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في العاصمة المؤقتة عدن بعد اندلاع اشتباكات قرب القصر الرئاسي، داعيا الأطراف المعنية إلى وقف العنف والانخراط في حوار لحل الخلافات. من جانبها دعت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء أعمال العنف فورا والانخراط في حوار بناء. وأعرب ممثلو كل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وأمريكا في بيان نشرته سفارة واشنطن لدى اليمن عن قلقهم البالغ حيال التصعيد الأخير في العاصمة المؤقتة عدن. المتحدث باسم التحالف التركي المالكي أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث في عدن، داعيا كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية. نتوقف عند ردود الفعل الدولية لنناقشها في محورين. بالنظر إلى ردود الفعل الدولية، هل يمكن القول بأن الانقلاب فشل في العاصمة المؤقتة؟ ولماذا لا يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف العنف في العاصمة المؤقتة عدن؟ حالة من التوتر والقلق المستمرة تسود العاصمة المؤقتة عدن مع انتشار للدبابات في شوارع مديرية صيرة وخور مكسر حيث قصر المعاشيق ومقر الحكومة. مصادر محلية قالت إن هناك انتشارا للدبابات في جولة العاقل بالقرب من اللواء الثالث حماية رئاسية، كما نشر اللواء 39 مشاة دبابات في بوابة معسكر بدر بخور مكسر. المصادر أشارت إلى أن حركة السير شبه معطلة بالتزامن مع حالة التصعيد بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وألوية الحماية الرئاسية. وفي إطار ردود الفعل الدولية على أحداث عدن، أعرب المبعوث الأممي مارتن جريفيث عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في العاصمة المؤقتة، وقال في بيان له إنه قلق جدا من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد المؤسسات، مشيرا إلى أن أي تصعيد للعنف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية في المدينة. المتحدث باسم التحالف التركي المالكي أكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث في عدن، داعياً كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية. من جانبها دعت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بناء. وأعرب ممثلو كل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن عن قلقهم البالغ حيال التصعيد الأخير في العاصمة المؤقتة عدن. ومعنا من اسطنبول القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، مرحبا بك معنا سيد عادل. بداية، إلى أين وصلت الأحداث في عدن من خلال متابعتك، خصوصا مع الأنباء الأخيرة بتجدد الاشتباكات العنيفة في محافظة عدن بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة وقوات الحزام الأمنية المدعومة من الإمارات؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مدينة عدن، مدينة الأمن والسلام، بأن توقف فيها الدماء وأن تتوقف هذه العصابات عن القتل والسلب وقطع الطرقات، وأن يتوقف هذا الجراح والألم الذي تعانيه مدينة عدن منذ 5 سنوات تمكنت منها هذه العصابة بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للأسف من أعطاهم السلاح، من أعطاهم المال، هم من حتى أعطاهم اللباس العسكري الذي يلبسونه مع أنهم لا يعترفون بدولة ولا بمؤسسات دولة، ويوم يصرحون رسميا أنهم سيسقطون مؤسسات الدولة. فالذي حصل في عدن هو نتاج يا أخي للشحن الحاصل، هو نتاج للممارسات التي طالت عدن منذ 5 سنوات من سجون سرية، من ظلم، من استبداد، من أخذ أراضي الناس. فهي نتاج طبيعي جدا يعني أخي الكريم لكل هذه الممارسات الاستفزازية التي حصلت، وآخرها يعني أن صرحوا رسميا أنهم سيقومون بإسقاط الدولة. واليوم حاولوا اقتحام
البنك المركزي الذي بقي فيه مرتبات الناس ومعاش الناس والناس القادمة على عيد، وهؤلاء قادمون على دماء وأشلاء وخراب لعدن ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشحن وهذا الظلم هل يستدعي الوصول إلى اشتباكات بهذا المستوى ومتوقع أن تسقط ضحايا في قادم الأيام؟ الضحايا قد سقطت، أنا أحدثك الآن، وأبناء عمومتي قد قتلوا من لودر، من مودية، من نخعين، من باكازم، وأيضا في الطرف الآخر الذي لا يسرنا أن يقتل منهم أحد أيضا قتله ويرحق فالدماء تسيل. وهاني بن بريك رجل محمد بن زايد في عدن قد أعلن الحرب رسميا وتلقى الدعم، والآن نحن رصدنا قبل قليل سلاح خرج من مقر القوات الإماراتية. فالناس قادمة على مصائب وعلى كوارث، إن لم يتدارك المجتمع الدولي، لم يتدارك الأشقاء والأقرباء والعرب هذه المأساة التي تمر بها اليمن 5 سنوات، وهؤلاء جعلوا من اليمن حقل التجارب، جعلوا من اليمن مذبحة، جعلوا من اليمن مسرحية هزلية أن يتقاتل الناس فيما بينها البين، وفي الأخير تحت حجة الاستعادة الشرعية، وها هم يتجهون لمقر الشرعية الرئيسي وهو قصر المعاشيق الرمزية الرئيسية للشرعية لإسقاط آخر القلاع لهذه. نعم الحسني تفضل بالبقاء معي. ننتقل إلى العاصمة الأردنية عمان، ينضم إلينا من هناك المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، كيف تعلق على أحداث عدن ومن المسؤول عن إيقافها برأيك؟ مساء الخير وتحية لك ولضيفك. واضح أنه الأحداث هذه ليست وليدة اليوم، ولكنها أحداث هي نتيجة طبيعية لحالة عدم الوضوح منذ 5 سنوات. منذ 5 سنوات عدن لم أو يعني منذ أن خرج الحوثيون من عدن، عدن لم تتحول إلى عاصمة مؤقتة كما هي صفتها الرسمية، ولكنها كانت مدينة مصخ ليست عاصمة للجمهورية اليمنية إلا رمزيا، فيما هي عمليا تحت سيطرة الانفصاليين ومن ورائهم الإمارات، وبالتالي النتيجة هذه كانت متوقعة. هؤلاء حاولوا في يناير 2018 حاولوا أن يسيطروا وأن يخرجوا ما تبقى من رمزية للحكومة في عدن، ولكن توقفوا عندما تدخلت السعودية وجمدت الأمور على حالها، والآن كأنها هي نفس الخطة فقط الآن يتم تنفيذها في هذا الوقت. يبدو أن الإمارات وهي تريد أن تنسحب من عدن، تريد أن تثبت أمر واقع، تريد أن تثبت من استثمرت فيهم، وتريد أن قبل أن تصل السعودية التي يفترض أن تحل محلها في عدن، تريد أن توجد الانفصاليين على افتراض وهو افتراض يعني غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، أن هؤلاء سيرسخوا أو قادرين على استعادة الدولة الانفصالية وسيعلنون عنها، وهذه عملية غير ممكنة قانونا ولا سياسيا، ولن يعترفوا يوم أحد، يمكن حتى الإمارات لن تتجرأ أن تعترف بهم لأن الاعتراف بهم يتناقض مع قوانين مجلس الأمن بما فيها القانون القرار مجلس الأمن 1140 والذي ينص على معاقبة كل من يعيق التسوية السياسية في اليمن التي كانت حينها، وهذا يشمل نظريا حتى ممكن تدرج الإمارات ضمن المعرقلين، وبالتالي وهذا القرار صدر تحت البند السابع وبالإجماع، وبالتالي اليمن عمليا هي تحت الوصاية السعودية الإماراتية، هي أيضا خاضعة لقرارات من مجلس الأمن بما في ذلك قرارات تحت البند السابع، وبالتالي ليس من بالإمكان تغيير أي شكل للشكل القانوني. نعم سيد. عبد الناصر، بالنسبة لأشرت للاستنكار الدولي أو البيانات الدولية التي تستنكر هذا الفعل، كيف تنظر إلى موقف المجتمع الدولي من هذه الأحداث، وهل هناك تبعات حيال هذه البيانات أو الاستنكار؟
يعني حكى عن هذه البيانات، هي بيانات يعني بالحدود الدنيا باللغة الدبلوماسية عندما يقولوا يعبروا عن قلقهم معنى عن عدم رضاهم يعني هذا. لكن حتى الآن أيضا المجتمع الدولي ليس لديه خطة عمل للتعامل مع وضع بهذا التعقيد، لكن المسؤول بالدرجة الأولى هي السعودية والتي هي الدولة التي قامت بهذه الحرب وشنت هذه الحرب وأصبحت اليمن عمليا تحت إدارتها. وأعتقد أن المجتمع الدولي مواقفه ستتحرك وفقا للأوضاع على الأرض، بمعنى أن كلما كان هناك تصعيد كلما ربما تشتد اللهجة، لأن ما يحدث في عدن هو صب المزيد من الفوضى في منطقة ملتهبة، وبالتالي ليس من مصلحة أحد أن تشتعل هذه المنطقة. نعم. هذا الفعل وردود الأفعال التي ستنتج عن سيزيد من لكن في ظل كيف تقيم موقف التحالف في ظل هذا التطور الحدث؟ يعني هذا يعني هل ما صدر عن التحالف من ردود أو بيانات كافية؟ طبعا يعني التحالف، ونحن نتكلم هنا عن السعودية، هي في موقف لا يحسد عليه من ناحية، لأنها هي لا تستطيع أن تعبر عن ما في نفسها بشكل واضح، ولا أن تتهم المسؤولين على عن هذه الأحداث وهي الإمارات، لأن في الأول والأخير القوات الانفصالية هي مدعومة وممولة من قبل الإمارات وهي المسؤولة عنهم، وهؤلاء لا يمكن أن يتصرفوا دون أن تعطيهم دون أمر من الإمارات حتى، وليس فقط التنسيق معها. وبالتالي السعودية يبدو أنها من تحت من خلف الكواليس تضغط على الإمارات، تعبر عن عدم رضاها، لكنها لا تستطيع في الوقت الحالي أن تعلن ذلك صراحة، لأنها لو أعلنت موقف واضح واتهمت الإمارات واتهمت الجماعات التابعة لها بأنها هي من تقوم بهذا العمل، معنى ذلك بأنها ستنهي عمليا التحالف وتصبح هي الدولة المسؤولة الوحيدة. وهذا يعني على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على أكثر من المستوى يعتبر نكسة كبيرة بالنسبة لها. نعم، عبد الناصر المدع كنت معنا من الأردن، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى ضيفنا من إسطنبول، القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني. سيد عادل، إذن هذا تصعيد ما زال مستمرا، للشبكات ما زالت مستمرة، هل لا زالت هذه محاولة التمرد أو الانقلاب إذا صح التعبير قائمة، وبالتالي نتوقع تواصل لموجة العنف في عدن؟ بالتأكيد المتمردين هؤلاء يمتلكون من السلاح ما لا تمتلكه حتى الدولة الشرعية. نحن رصدنا خلال الثلاثة الأشهر السابقة كمية السلاح التي تلقوها من الإمارات، كمية كبيرة جدا يعني. فالقوم يعني عندهم ألوية وعندهم مدرعات وعندهم سلاح وعندهم ميليشيات، فالقضاء عليها لا ليس بالأمر السهل والهين، خاصة في ظل تخاذل الشريك الرسمي للشرعية هو التحالف إن لم يكن شركاء في الله. أما بالنسبة للإمارات هي شريكة واضحة في هذا العمل، أما السعودية فالموقف القامض هذا والضعيف تجاه الشرعية التي أتت لتنقذها، وفي الأخير هي التي ستدفع الثمن إذا سقطت الشرعية سقوطا كاملا، فمعنى ذلك أن الحوثي سيكون دولة في خاسرتها، وهي يعني تعرف ما معنى هذا الكلام. نعم، كيف تقيم موقف التحالف؟ ذكرت الآن أنه ضعيف من أحداث عدن، وما هي مسؤوليته حيال هذه الأحداث اليوم؟ أخي الكريم، هم تحالف استعادة الشرعية في اليمن، كيف يسمحوا لعصابات أن تعلن رسميا استقاط الشرعية في العاصمة للدولة؟ كيف يسمحوا لعصابات أن تنطلق بمدرعاتهم بأسلحتهم بعتادهم في إسقاط الدولة وشرعية الدولة؟ لا شك أنهم موقفهم ضعيف جدا، ويستطيعوا حزم هذه الأمور. تستطيع الإمارات أن تلجم هؤلاء باتصال واحد فقط، أن تستدعيهم إلى مقر الإمارات وتقولهم أنها ستعلنهم كمتمردين وسيتوقفوا عن هذا. لكن هم يعني الإمارات يعني تقص النبض عن هذه الميليشيات التي شكلتها، هل عندها القدرة والجاهزية على الاستيلاء والسطو والسيطرة، أم أنها ستترك اليمن وهذه الميليشيات ليست قادرة بعد؟
فستبقى إلى أن ترتب الأذرع الشيطانية هذه التي زرعتها حتى تكون بديلا لها، وستبقى هي في الأماكن الحيوية. نعم عادل الحسني قيادي سابق في المقاومة الجنوبية، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى ضيفنا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، هل تكفي الدعوات الأممية والدولية المطالبة بضبط النفس وإنهاء أعمال العنف لردع المتمردين هناك؟ أعتقد أن المشهد في عدن أخذ أبعادا مختلفة، وهي المرة الثانية التي يخرج فيها إلى مواجهات مباشرة ما بين قوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي أو المقاومة الجنوبية وما بين القوات الحكومية التابعة للسلطة الشرعية في بلد مصنف على أنه تحت الفصل السابع، وهناك أكثر من 7 قرارات حددت هذه القرارات أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأيضا حلفاء إعادة الشرعية في اليمن ملتزمين بديداجاته وما صدر عنه من قرارات في الحفاظ على وحدة هذا الكيان السياسي وسلامة أراضيه. هذا واردا في كافة القرارات، لكن ما يحدث الآن أن مدينة عدن العاصمة المؤقتة تحولت إلى ساحة حرب، وهنا ساحة حرب يتقدم طرف في اتجاه وينكسر الطرف الآخر. اعتقدنا الجميع اليوم أمس أن المواجهات قد انتهت وأن الأمور تذهب في اتجاه أنها تستتب، لكن يبدو أن هناك مطالب غير ما هو معلن لكل الأطراف. نعم سيد عبد الهادي، أنت أشرت أن عدن تحولت إلى ساحة حرب، هناك قلق أممي من التصعيد الحاصل الآن، كيف يمكن أن يترجم هذا القلق إلى فعل يوقف التمرد والدولة التي تدعمه بالمال والسلاح والإعلام برأيك؟ أصبح القلق الدولي بالنسبة لنا، أنا كيمني قبل أن أكون كمحلل سياسي مفترض أشعر بقلق كبير مما يطلق عليه بالقلق الأممي، لأن الإنجليزية تقول أن بريطانيا في طور إرسال 3 ألوية إلى محافظة الحديدة أو مدينة الحديدة للسيطرة على الميناء كنوع من الحل، أي أن هنالك صراعا دولي قائما على هذا الجزء الواقع على خط التجارة الدولي. هذا القلق الدولي لا يعني سوى أنه يعطي فرصة لأي من الأطراف إن استطاع أن يحسم المسألة فهو سيتعامل معه. مع الأسف الشديد هذه الإدارة أصبحت مرعبة لأغلب اليمنيين خصوصا في المناطق المحررة حين يتم وصف سلطة شرعية مع أي مكونات مثل الحوثيين انقلابيين الشمال أو مع المجلس الانتقالي على اعتبار أن هؤلاء جميعا أطراف. تم إنشاء الشيء في هذا البلد ولا ندري الآن كيف يجري الإخلال بين من هو شرعي مع من هو ظله في ظل صراع مصالح قائم وفعلي. هناك مطالب غير معلنة. نعم عبد الهادي، باعتبار هذه المطالب أودت حاصرت رئيس الوزراء السابق أدت إلى تغييره ثم حددت حكومة جديدة. المطالب التي يطرحها الانتقالي تظهر بشكل واضح من أننا نحن تحت سيادة التحالف والرئيس الشرعي، لكن على الحكومة مغادرة عدن والبنك المركزي والمصالح الأخرى. هذه عملية لا نفهمها سوى أن هنالك تفاوضا آخر موازي، وهنالك نوعا من المصالح التي لم يعلن عنها ولن يعلن عنها، يجري التفاهم بها خارج هذا الإطار، ويقوم الجميع باستعراض قوتهم إما فرض ما يطرحونه أو إعادة تحسين أوضاعهم التفاوضية. الحرب ليست سوى استمرار للتفاوض السياسي لكن بالبارود وعبر أفواه البنادق والمدفعية، هذا ما يفهم دائما من مسألة المواجهات العسكرية. اليوم هنالك أكثر من 1,000,000 إنسان داخل مدينة عدن وأحياءها المختلفة، هم تحت رعاة حربا تدور فوق رؤوسهم.
هذا العالم كما يقال ما ضميره، أي ما الوضع الذي يجري عليه. هنالك دولا تدخلت داخل هذا البلد لإعادة السلطة الشرعية. لماذا يجب أن يموت في كل 5 إلى 6 أشهر مجموعة من سكان أو قاطنين هذه المدينة أو تلك؟ المرحلة الماضية كانت هذه الصراعات في عدن، كانت في تعز ثم إلى عدن، ثم أي أن المسألة لم تأخذ مسألة الاستقرار. الحكومة منذ عام 2015 لم تكن تمتلك خطة واضحة لعالية العمل، وهي نفسها تعاني نوعا من الاختلالات. كل هذه النتوءات لمشاريع ما قبل الوطنية هي نتاجا للنخبة السياسية مترهلة لا تختلف أو أسوأ بملايين المرات من تلك النقاط التي شكلت ما عرف بحكومة سيسي في فرنسا وعلمت استسلامها للألمان. نعم عبد الهادي، يعني أنا تتحدثت عن هناك مصالح في استمرار هذه الصراعات الحاصلة في عدن لها أجندات خارجية. ما هي مثلا لو افترضنا ما هي مصلحة السعودية أو الإمارات في استمرار هذه الصراعات أو التضاربات في عدن، خصوصا أنها أيضا وصلت إلى الأحياء السكنية وأنا أتحدث معك الآن، والتصعيد العسكري مستمر، وأيضا وهناك لا مبالاة في الإدانات الدولية والدعوات بوقف جولات العنف الحاصلة الآن؟ هذا العنف القائم بدأ قبله منذ 5 سنوات، عنف لفظي ولغة مكرسة لإنتاج العنف واحتقان وتعزيزه بشكل مقيت، وهو انعكاسا لحالة التوافق واللا توافق. مع الأسف الشديد مجموعة من القوى السياسية داخل الجمهورية اليمنية التي بيدها ما يعتبر المرجعية السياسية في ظل برلمان جرت تنفيذ له وسلطات انهارت، هؤلاء متفقون ومختلفون، محتفظون بالرئاسة كرمزية ويريدون أن يحولونها إلى مجرد نسخ وفرض مصالح، وكل طرف يذهب بالعملية باتجاه. انتظرنا من الحكومة موقف، اليوم الحكومة أعلنت موقف رسمي حملت المملكة الاستقلالية حملت التنظيم عن التصعيد والحرب وعن سلامة السكان، وهو موقف بعد أكثر من 70 ساعة من انزلاع المواجهات، وهذه حالة ربما فيها نوعا من التخلي عن استخدام الصلاحيات في حماية مواطنيهم. نعم، بالنسبة لأشرت لموقف الشرعية والحكومة للدفع بمزيد من المواقف الإقليمية والدولية الفاعلة لوضع حد للإمارات وأدواتها أيضا، كيف هل هذه المواقف الحكومية تكفي فعلا؟ أخي المواقف الحكومية يمكن أن ترفع بالملف إلى مجلس الأمن من جديد. التحالف العربي لإعادة الشرعية دخل هذا البلد تحت بند القرار 2216، والقرار واضح والهدف واضح، وأي اختلال هنا البلد بأكمله تحت البند السابع أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي على الحكومة أن تخرج من حالة الظل والظلام لمواجهة مشكلاتها التي كلما تهربت منها كلما زادت واتسعت. هنالك حالة تيهان في الداخل من قبل المواطنين، وهنالك حالة إرباك حولت الجميع إلى أنهم أشبه بمجرد أدوات لصراع مستعمرات القرن 17 و16 بكل أبعادها داخل هذه المناطق. هناك حالة من إعادة الاستئثار وتحصيل مصالح والصراعات. هذه المسألة تقوى القوى السياسية والحكومة هي المسؤولة عنها باعتبار هؤلاء حلفائها وليس بجلاء عنها. نعم عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من محافظة تعز المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث. الشكر أيضا موصول للضيوف ولفريق العمل، ولكم التحية مني أيضا، وإلى اللقاء.